واحنا بنتابع كده تدريبات المنتخب خلينا نروح لكابتن ضياء السيد. وزي ما قلت لكم من شويه كابتن ضياء بيقول لي يا عم كريم كابتن حسام اختار فتوح واختار محمد حمدي، طب لو محمد حمدي موقوف لو فتوح اتعور هنعمل ايه؟ امبارح لسه بيقول لي الكلام ده، فانا حتى قلت له احمد نبيل كوك خلي 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 تدريب المنتخب وانا بكلم كابتن ضياء. كابتن ضياء ازاي حضرتك؟ ازيك يا كيمو؟ اخبارك ايه يا كابتن ضياء؟ والله انا ما قصدي، انا عارف يا جت في فتوح بتكلم على ترتيب الاوراق. ايوه انا عارف، ما انا لما جيت لقيت فتوح واصيب فبدات استرجع كلامك امبارح. اه فقلت لا ده انا هكلم كابتن ضياء السيد عشان نشوف نحل الموضوع ده ازاي. لا هو كان لازم يكون فيه في الاختيارات. اولا بص انت متابع الفرقه، حسام متابع في مراكز لازم يكون مدقق عليها بشكل كبير، اهمها الباك ليفت لانه حمدي موقوف. اه التاريخ فتوح خلال الثلاث اسابيع قبل الكونفدراليه اصابات، اتصاب ورايح ماتش واتصاب ورايح ماتش ولعب، صح انت واخد بالك؟ فطبعا اكيد الجهاز الطبي بتاع الزمالك فيه على اتصال بالجهاز الطبي بتاع المنتخب. فكان كنت افضل ان يتعمل حساب لعيب من بدري في القايمه. ايوه انت واخد بالك؟ ده عشان تبقى انت في الامان. انت واخد بالك؟ ايوه عشان كده لما قلت انه واحد من عمر جابر او عمر كمان عبد الواحد انت قلت كمان الاثنين لعبوا كتير باك ليفت. أيوة. ولعبوا كانوا شكلهم كويس. عمر اداها وهو اساسا فورمه كويسه في الباك رايت ولعب في الباك ليفت وعمر كمان عمل دي برضه لعبها وكان شكله كويس وفورمه والاثنين دوليين. أيوة. انت واخد بالك؟ فانت مش هتعمل ريسك، مش هتعمل ريسك. بس هو ده انا كان قصدي يعني، بس انا سامع ان هو هيجيب، هي كانت قراءه في القايمه يعني. ايوه انا سامع ان هو هيجيب كريم فؤاد لاعب الاهلي انه لاعب باك ليفت الماتشين اللي فات بتوع الترجي بعد اصابه علي معلول، او هيجيب محمد حمدي برضه لاعب امبي اللي بيلعب ناحيه الشمال، رغم ان اللي بيلعب ناحيه الشمال في امبي الفتره اللي فاتت مصطفى ديودار، ومصطفى ديودار لعيب كويس قوي يا كابتن ضياء. تمام، ما تقدرش اجيب مصطفى ديودار لانه ما دخلش معسكر قبل كده، ما لعبش منتخب، خبرات في الماتش زي ده يعني هيبقى فيها ريسك. ده الريسك بقى. انت واخد بالك؟ محمد حمدي بتاع انبي انا ما بشوفوش يلعب باك ليفت. اه بيلعب وانا جنب. انا عن نفسي يعني طول عمري شايفه ان هو في الحته اللي قدام. انت واخد بالك؟ انا بتكلم على انا يعني لو مش عايز اقول لو يعني هو واحد من الاثنين دول دوليين وفورمه عاليه جدا لاعبين لاخر وقت لكن برضه اللي استقر عليه حسام خلاص. يعني حضرتك كابتن ضياء السيد شايف ان عمر كمال عبد الواحد او عمر جابر واحد من الاثنين؟ واحد من الاثنين، واحد من الاثنين. بس انا عرفت يعني ان كابتن حسام لا خلاص هيستدعي كريم فؤاد. خلاص هو كريم لسه لاعب فاينل كمان وعامل اداء الترجي يعني لعب ماتشين كمان، ماتشين جامدين يعني كده هيبقى يعني 11 لعيب من النادي الاهلي لو كريم فؤاد انضم هيبقى 11 لعيب من النادي الاهلي. يعني حارسين مرمى وتسع لاعبين. تمام تمام تمام. لا مش قصدي يعني، بس قصدي ان العدد الاكبر يعني في المنتخب هو لعيبه النادي الاهلي. الزمالك فيه اربع لعيبه وممكن فتوح اهو ما يكملش فهيبقوا ثلاثه فقط. بالظبط بالظبط. ماشي يا كابتن، انا قلت بس اجيب حضرتك عشان انت امبارح يعني حسك عالي قوي يعني عندك السنس عالي قوي، فاللي انت قلته لي امبارح بالصدفه حصل النهارده. انا قصدي انت لما بتيجي تعمل القايمه يا كريم بتحاول تقرا المراكز، صح، وبتشوف الثلاثه اللي بيختاروا او الاثنين في على مدار اللعب بتاعهم الشكل ايه والوضع ايه وفي ايه وبتاع ايه، فبتعمل حسابك كويس جدا وخصوصا عندنا المركز ده في عفريت. الظهير الايسر. يعني في نقص تاني، في نقص تاني. ان شاء الله بالتوفيق كده لمنتخبنا ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك كابتن ضياء، بشكرك حبيبي يا كيم. الله يخليك، بشكرك.